عادت من جديد لمسة وتمريرة للأمام لصالح ياسينية، ما زالت قائمة. سيرجو سيرجو سيرجو، الله، أنت هدف التقدم، أنت التبربة الأولى، أنت الهدف الذي طال انتظاره للشواهين. المدافع يسجل، سيرجو فيتور، سيرجو فيتور يسجل للسيلية، يسجل للشواهين. سيرجو، الله على فيتور، الله على فيتور، سدد من هذه المسافة البعيدة بكرة عانقت الشباك الأهلوية وأعلنت عن تقدم. يحتفظ بكرته اسماعيل خافي والعرضية، الله على الشواهين، الله على الهدف الثاني للسيلية الذي يسجل براس كارلوس رانبيرغ في فرصة من أجل الحفاظ على حظوظ البقاء في الموسم الصعب، في الموسم 2-0. هذه الإعادة لهذه الكرة بدون خطأ، لم يكن هنالك يعني وجود خطأ، لأن إسماعيل خافي تدخل بشكل ممتاز ونجح في أن يخطف الكرة، بعد ذلك أرسل الكرة العرضية التي وصلت لسرانبيرغ والذي وضعها براسه بهذا الشكل وأعلن من خلالها عن التقدم بالهدف الثاني. مجدي يتقدم، يرسل كرة طويلة والرأسية من ديامي كارلوس، كارلوس كارلوس، الكرة، ماذا يقول حكم المباراة؟ جول 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 ثالث للسيلية، نعم جول ثالث للسيلية عن طريقي، لا يوجد صعب عليه لا في هذه المباراة ولا حتى في المباراتين المتبقيتين. كرة وهدف صحيح، هدف صحيح يحتسب للسيلية. هذه الإعادة، شوف الكرة، هدف صحيح. هذه محاولة وكرة عرضية، الله، لم يكتفي الشواغين بالثلاثية، بل أضاف الرابع الآن، بل أضاف الرابع في هذه اللحظات عن طريق حسن بلنك الذي يسجل الهدف الرابع. 4 أهداف مقابل لا شيء، وسيلية يصل إلى انتصاره الثالث في هذا الموسم. بين كل انتصار وآخر يعني ليست بالفترة القصيرة